السلام عليكم يا جماعه، وحلقه جديده من كينج الفانتازي. معاكم محمد كورين وعمر خير الله. ازيك يا كابتن عمر؟ انا صابك احسن الاسبوع ده ليه؟ تياجو وبتاع وكده يعني، ربنا يسهل ان شاء الله. قال لك ليه يعني؟ بصوا، الحلقه دي صراحه حلقه دردشه كده، يعني قلنا ندردش معاكم كذا حاجه من الناس اللي طلبتها على تويتر وعلى يوتيوب. هنتكلم فيه النهارده يا كابتن خير؟ هنتكلم على استراتيجيز اللي المفروض تستخدمها وانت بتبني فريقك، بالذات في اول 4-5 اسابيع. اللعيبه الترانسفيرز يعني اللي حصلت من ساعه ما صورنا الاسبوع اللي فات، في ترانسفيرز كتير حصلت. في ليو ميسي، في ميسي طبعا، يعني كده كده ميسي لو جه فيعني نلم الكاميرات ونلم الحاجات دي ونروح كل الحلقات دي. لا بس عامه انا يعني في الحلقه عايز اتكلم برده على ميسي. هو غالبا هو لو هيجي في اخر ترانسفير ويندو بالمنظر ده، عشان الموضوع شكله مطول يعني. كده كده احنا هنتكلم عليه، مش عايز اقطعك، وهنتكلم برضو عن الدرافت. ناس كتير سالت على الدرافت، لان الدرافت يعني ده الوقت اللي ممكن يتعمل فيه، لازم يتعمل قبل ما السيزون يبتدي. وبرضو انا وخير الله كل واحد كده عامل فريق او فريقين لحد اول 4 جيم ويكس، لحد ما الانترناشونال بريك يبتدي. فانا عامل فريقين وعامل فريقين، وهنقولهم معاكم كده ونشوف لو حد عايز يستخدمهم في الاول استخدموهم وادعوا لنا. ما تنسوش برضه يا جماعه تعملوا لايك للحلقه لو عجبتكم، وسبسكرايب للشانل علشان الفيديو يوصل لكم ويوصل لاكبر عدد من الناس. ما تنسوش برضه تدخلوا على الليك بتاع كينج فوت، الكود بتاعه هيظهر دلوقتي على الشاشه وهيبقى موجود تحت في الديسكريبشن. هنقفل الليج في اول يعني مثلا بعد السابع اسبوع، بعد يعني الانترناشونال بريك، في الحته اللي في الاول يعني. في جوائز قيمه يا جماعه، في جوائز قيمه، في جوائز بلياردو وبينجو وكل حاجه. ايوه، في جوائز اسبوعيه، وهيبقى في طبعا جائزه كبيره للي هيكسب الليج في الاخر. فابعتوا حتى الكود لاصحابكم وما تنسوش تدخلوا الليج. طيب نخش بقى في الموضوع على طول، ونخش على الاستراتيجيز اللي ممكن نمشي عليها في تكوين الفرقه عامه. في الاول السنه دي انا شايفها سنه صعبه، اصعب من اي سنه كل على مدار كل سنه. هي كل سنه اصعب من الثانيه، بس انا شايف ان دي بجد هتبقى اصعب سنه. اللعيبه كتير قوي، الناس بتشتري يعني، النوادي عماله تشتري. تشيلسي بيفسد الكوره يا جماعه، معلش لو اي حد متضايق يعني يشجع تشيلسي، شجع تشيلسي يعني، مش لازم تتضايق، شجع تشيلسي. ما علينا، ما علينا. طيب لو هنتكلم عن استراتيجيز، يعني انت مثلا بتعمل فرقتك ازاي خير الله؟ مثلا بتختار ايه في الاول؟ لعيب معين بتبقى عايزه والكلام ده كله؟ بص، انا ببدا فرقتي دايما بختار ثلاث لعيبه. دول الثلاث لعيبه دول انا بقول دول انا بنسبه كبيره حاسس ان انا هلعب بيهم السيزون كله. بنسبه كبيره اللعيبه دي صعب قوي تطلع من فرقتي غير لو اتصاب، حتى يعني اللي هو بغض النظر عن ماتشاته، بغض النظر عن سعره كده، هيبقى دايما موجود في فرقتي. لعيبه مثلا زي صلاح، يعني السنه اللي فاتت مثلا ابتديت ان انا صلاح كان في فرقتي، ترينت كان في فرقتي، دي بروين كان في فرقتي، لان كان دي بروين السنه اللي فاتت كان لازم تجيبه، هو كان سعره قليل جدا. فاللعيبه دي حطيت اللعيبه في فرقتي، وعلى اساسها ابتديت اجيب المراكز الثانيه. السنه دي بالنسبه لي دي اهم استراتيجي، ان انت في ثلاث لعيبه بالظبط تبني حواليهم الفريق، تبني حواليهم. وبيبقى دايما انا ترينت خلاص موجود، معظم الناس مستقر عليه. الاثنين التانيين بيبقى الاثنين اللي انت غالبا معظم الكابتنه هتبقى مش هتخرج منهم. الناس ابتدت تميل اكتر للكابتنه لعيبه نص الملعب، النقط بتفرق، النقط بتبقى اكتر، اجوان اكتر، بونص كلام. وهم بقوا بيشاركوا اكتر في الاجوان عن السنين اللي فاتت، كان كينو اجويرو والناس دي مكتسحه يعني. فانا بالنسبه لي برضو فرقتي السنه دي صلاح، دي بروين، بس دي بروين مش جايبه من الاول طبعا علشان البلانك والقصه دي، بس بالنسبه لي هم دول الاثنين لعيبه اللي انا ناوي ابني عليهم فرقتي، وعلى اساس فلوسهم ابدا احط اللعيبه الثانيه. انا زيك بالظبط، انا بعمل كده بالظبط برضو، يعني بشوف انا اللعيبه اللي هبني حوالينا الفرقه، اللعيبه اللي انا عايز اجيبها من الاول. مش شرط ان هم يكملوا معايا السيزون كله، بس انا عايزهم معايا في الاول. كده كده في وايلد كارد في النص، فكده كده لو عايز تغير الفرقه كلها هتغيرها براحتك. بس في استراتيجي ثانيه ممكن الناس تمشي معاها، انا مش محبذ الاستراتيجي دي بصراحه، بس اللي هو ان انت ممكن عايز حد جامد في كل خط، مش لازم بقى لعيبه. مثلا لو انت حد تبني حوالين فرقه 2.5 ملعب، واحد هجوم، لا انا عايز جون جامد، عايز مدافع جامد، عايز نص ملعب جامد، عايز مهاجم جامد. في ناس بتعمل كده يعني، بس انا مش محبذ، بس كل واحد وطريقه تفكيره. وانا شايف ان الاستراتيجيه في تكوين الفرقه مش هتخرج عن الاثنين دول. حاجه كمان بقى، نصايح سريعه يعني، انا شايف ان انت ما ينفعش تصرف على الدكه كتير، يعني اللعيبه اللي انت على الدكه تكون عارفهم مين هيقعد على الدكه. فما ينفعش مثلا اجيب لعيب بسبعه ولا بسبعه ونص وابقى راكنه على الدكه كل ماتش. لا بص، انا يعني في حته الدكه دي انا شايف ان انت دايما في لعيب انت في فرقتك اللي هو اخر لعيب على الدكه دايما، ده
ده لعيب اللي هو مدافع ب 4 مليون، لعيب نص ملعب ب 4 مليون، هو تحمد ربنا لو هو نزل اصلا في نص الماتش. يعني نادرا نادرا لما يبقى عندك اسبوع اصلا ثلاثه في فرقتك ما لعبوش وهو مضطر ينزل لك، فما تضيعش حتى نص مليون زياده. لا هو مدافع ب 4 معروفه ده لازم، وممكن يبقى عندك لعيب يعني السنه دي لعيب نص ملعب اكتر، بس في العادي كان الناس بتعمل كده، ممكن حتى يبقى عندك مهاجم ثالث ب 4 ونص. شايفها لازم يكون عندك واحد مدافع ب 4 يكون راكنه على الدكه ان كيس ان هو لعب ماشي، ما لعبش خلاص مش مشكله. يعني صعب قوي زي ما خيرال قال ان ثلاث لعيبه ما بيلعبوش عندك في الاسبوع الواحد، حتى الا لو كان بقى بلان جيم ويك فانت ساعتها تكون محضر لها من قبلها. حاجه كمان انا مش شايف برضو ان انت لازم تصرف كتير على الدفاع، يعني بكتير مدافع واحد غالي اللي هو ارنولد او روبرتسون او هتجيب حد من سيتي غالي او الكلام ده كله، لان انت مدافعين انت راس مالهم هو كلين شيت. كلين شيت مش مضمون خالص، ممكن المدافع يكون بيلعب حلو جدا ويخش فيه جول ملوش اي لازمه في الاخر. فالاجوان والاسيستات بتاعه المدافعين عامه مش مضمونه. في لعيبه انت عارف ان هو دايما هيعمل اسيست، دايما هيجيب جون، زي ارنولد، زي روبرتسون، زي يعني مثلا مين تاني، دوهيرتي مثلا انما المدافعين التانيين جنب المدافع الغالي او البريميوم ده ما يخرجش عن 5-5.5 بالكتير قوي. انما ما اروحش اجيب مدافع ب7.5 ومدافع ب7 ومدافع ب6.5، طب باقي الفرقه اصرف عليها منين يعني. فدي برده كانت نصيحه سريعه برده بالنسبه لتكوين الفرقه. تالت حاجه انا برده لازم اركز عليها او هعيد نفس الكلام، انت لازم تكون عارف اللعيبه اللي انت بتكابتنها. مش شرط ان انت هتجيب لعيبه غاليه هي اللي هتكابتنها كل اسبوع، بس الفكره ان انا جبت مثلا صلاح وجبت دي بروين، هجيب مثلا ريتشارلسون معاهم عشان ريتشارلسون انا ممكن اكابتنه. فلازم تكون عارف هتكابتن مين كل اسبوع. يعني برضو حاجه اخيره عايز اقولها في موضوع الاستراتيجيز ده، ان انت تحط الفرقه بتاعتك، يعني انا ببني الفرقه الاربعه سته جيم ويكس قدام، او الترانسفيرز اللي انا بعملها انا بشوف اللعيب الاربع ماتشات الجايين بتوعه ايه، الست ماتشات بتوعه الجايين ايه، وبختار اللعيب اللي عنده ماتشات الى حد ما كويسه. لو لعيب كبير كده كده الماتشات ممكن ما يفرقش معاه زي ما بيقولوا فيكستشر بروف، بس غير كده لا. يعني بص على اللعيب، مثلا لو بجيب لعيب 6.5 بجيب مهاجم الفرقه متوسطه، لا لازم ابص على اللعيبه او لازم ابص على الماتشات سهله صعبه، لو صعبه ما اجيبهاش اجيب اشوف اوبشن تاني احسن منه. عايز ازود حاجه في حته الاستراتيجيز دي، يعني في حته انا في العادي لما باجي ابني فرقتي بالذات في الاول كنت ببني على 6 اسابيع، بس السيزون ده مختلف شويه. انا عامل فرقه او لما بحاول ابص على اللعيبه ببص على 4 اسابيع بس، كده كده بعد اول 4 اسابيع في انترناشونال بريك، والفكره السنه دي ان في لسه ترانسفير ويندو جوه السيزون هيخلص بعد رابع اسبوع، فبنسبه كبيره الناس كلها هتلعب الوايلد كارد بتاعها بعد رابع اسبوع، وتخيل ان هيبقى في انترناشونال بريك. في الانترناشونال بريك الترانسفيرز بتقفل، لعيبه كتير هتيجي في الاخر. انا في العادي بصراحه بلعبه في فالسنه دي بالذات خلاص هي الفرقه، انت اكن معاك ميني فري هيت يعني هتلعبها للاربع اسابيع دول، وعلى اساسها هتلعب الوايلد كارد بعديها، الا لو انت فرقتك مشيت معاك حلوه قوي والدنيا تمام فممكن تاخر الوايلد كارد شويه. الحاجه الثانيه، الحاجه كنت عايزه ازودها على الحته لما انت كنت بتتكلم عن مدافعين، انا متفق ان ما تحطش فلوس كثيره في مدافعين، بس البريميوم ديفندرز اللي هم زي ترينت وروبرتسون ودوهيرتي والناس دي، انت بينك وبين نفسك ممكن تعملهم ان هو لعيب نص ملعب، يعني هو الاقود بتاعه اكنه لعيب نص ملعب، فعلى اساسه ممكن تدفع فيه فلوس زياده شويه وتقلل فلوس من لعيب في مركز تاني. هو بصراحه في الكيس بتاعت ارنولد وروبرتسون واللعيبه دي انا معاك بصراحه، يعني ده بيتعاملوا بيجيبوا بوينتس اكتر من لعيبه نص ملعب واكتر من مهاجمين، فانا معاك بصراحه. حاجه تانية كمان عايز ازودها برده قبل ما نقفل في حته الاستراتيجيز دي، يا جماعه بلاش نعمل هيت، بلاش نعمل ماينس بالذات في الاول، بالذات في الاول. انت عشان اللعيب يعوض لك، لو انت هتجيب مهاجم مثلا بهيت انت مستني منه، يعني انت لو جاب جون هو عوضك الهيت، ما زودكش في اي حاجه، الهيت باربعه، الجون باربعه، وكده ما عملش اي حاجه عشان يبتدي يجيب معاك جونين. فانت لو هتجيبه عشان يكمل معاك كذا اسبوع مش عشان ماتش واحد، طب انت بتعمل هيت ليه؟ فقللوا الهيت يا جماعه، الهيت دي تعملها لو عندك كذا لعيب مصاب، ساعتها اللي هيلعب هيجيب لك نقطتين، فبدل ما اللعيب المصاب اللي انت بعته بزياده ده، فممكن لو عمل حاجه كده عوضك شويه فقللوا الهيتس يا جماعه. الهيتس دي تعمل للضروره القصوى لانها بتاثر في البوينتس كتير وبتاثر في الهيد تو هيد وبتخسرك والكلام ده كله. اخر حاجه بس، حاولوا على قد ما تقدروا ما تضيعش ترانسفيرز على المدافعين، دايما يعني الاوتبوت اللي بيجي من ترانسفير فرق من مدافع لمدافع حتى على
3 4 اسابيع بيبقى الفرق مش كبير قوي. يعني انت كده كده نادرا لما هتغير في المدافعين التقال بتوعك. فانت بتتكلم على المدافعين اللي هم اللي ب 4 ونص او اللي ب 5 او كده، الفروقات بينهم ما بتبقاش كبيره. نفس الكلام في الاجوان. يعني الاجوان انا دايما بلعب بجيب جون ب 4 ونص ودكته اللي ب 4 8 ونص بالنسبه لي كفايه قوي على الجونين. بس الترانسفيرز دايما حاول تستخدمها في ان انت هتجيب لعيب في نص الملعب عنده ماتشين ثلاثه حلوين، في ماتش منه ممكن تكابتنه، مهاجم نفس الكلام. الترانسفيرز على المدافعين طبعا مش جون طبعا كده كده. يعني الجون العب بيه لاخر السيزون. هم صدقني كلهم يعني السنه اللي فاتت الفرق بين هو جون باربعة ونص يا جماعه بيمشي السيزون كله كلهم يعني حتى بوب وراين والناس دي، الناس دي كلها فرق بينهم 10 15 نقطه ما بينه وما بين ادرسون واليسون. مش مستاهله خالص فرق الفلوس. اخر حاجه بقى بجد اخر حاجه التشيبس يا جماعه ما تلعبوش في الاول، ما تلعبش تشيبس في الاول خالص. يعني ولا تريبل كابتن ولا فري هيت ولا بنش بوست في الاول خالص. في ناس دبل جيم ويكس بالعبيط جايه، فاستنوا دبل جيم ويكس العب فيها التشيبس، العب فيها تريبل كابتن، العب فيها كل حاجه. انما ما العبش ان انا ليفربول بيلعب نورويتش في اول ماتش ولا ليدز انت ما تريبل كابتن صراحه. لا بلاش، ما بنعملش كده. في ترانسفيرز حصلت وفي اشاعات حصلت من الحلقه اللي فاتت الحلقه دي، وناس كتير بتقول لنا يا جماعه ازاي ما كلمتوش على ميسي. ما كانش والله طلع اي اخبار على ميسي وقت ما صورنا الحلقه. احنا صورنا الحلقه يوم 24/8، الاخبار طلعت يوم 25/8. ميسي جاي دي مصيبة يا جماعة والله العظيم مصيبة، احنا مش قدها. افتكر كام في الفانتس؟ بص ما اتوقع 13 ونص 14 يعني. انا حاسس كده يعني. هو انا عمري ما شفت لعيب في الفانتس اغلى من 13. بس يعني لا اظن فان بيرسي يعني نزل مرة 13 13 ولا صلاح مرة 13. لا 13 اغلى حاجة كانت 13، فاكيد هيبقى اغلى من كده يعني. هو الفكره ان كل الناس هتجيبه. انا شايف ان ده ليه تاثير سلبي اكتر ما هو ايجابي على لعيبه الفانتسي عامه، لان انت هتجيب لعيبه 14 هياكل منك 14% من البادجت في الاول. كده كده هيجيب بوينتس وهيجيب حاجات كتير، بس الفرق كلها تبقى شبه بعض، يبقى عند كل الناس، فيعني تاثيره مش هيبقى كبير. يعني هو البوينتس هتبقى اعلى طبعا، الافرج هيبقى اعلى، بس هيبقى عند كل الناس هتجيبه. ف هي هتبقى الفكره بقى في اللعيبه اللي انت جايبها. الفكره بقى ان مثلا دي بروين هيبقى ديفرنشال كده، فاهم؟ لا هو انا حاسس ان ميسي لو جه دي بروين ضرب، يعني ضرب مقتل في فانتزي. طبعا هيرجع يلعب بقى جنب رودري في الدايره وبتاع، ف هيبقى يعني انا حاسس ان ميسي لو جه هيطلع دي بروين من كل. هنشوف الموضوع هيحصل ولا لا، بس اتوقع ان هو هياخد وقت يعني، واتوقع ان هو هيبقى 13 ونص. انا حاسس انا يعني اتمنى انا مع اني بحبه جدا، بس اتمنى ان هو يا ربنا يهديه كده ويفضل في برشلونه. خليه يبعد عننا ويبعد عن الفانتسي. كل الصفقات اللي تشيلسي عملتها دي مالهاش اي لازمه لو هو جه. احساسي ان هو مش لم الكاميرا يا ابني ونمشي والله العظيم خلاص. بس يعني لما يجي اكيد هيبقى في حلقه مخصوصه عن ميسي وفانتسي وكل حاجه. تاني واحد كابتن دوهرتي صفقة غريبة جدا بالنسبة لي في الحقيقة. يعني بتمنها 15 مليون حاسه يعني كان ممكن يجوا ياخدوا لعيب من الدوري المصري نفس الثمن يعني. بس دوهرتي صفقة جامدة جدا جدا بالنسبة لي في فانتزي. الطريقة اللي مورينيو كان بيلعب بيها السنة اللي فاتت ان اورييه بيلعب اكنه تقريبا رايت وينجر وسون هو الناحية التانية وديفيز الباك ليفت بيدخل اكنه مساك تالت، مع دوهرتي اللي هو هجوميا احسن، وان كين هيبقى المفروض ان هو داخل من اول السيزون وسون فايق من اول السيزون وكل القصه دي. انا شايف ان دوهرتي ممكن يبقى صفقه حلوه قوي. يعني لو انت مثلا قلقان ان كين في اول السيزون ما بيبداش كويس، وعلى الساعه في نفس الوقت ماتشات توتنهام كمان حلوه قوي في اول السيزون، ماتشات توتنهام حلوه فعلا في الاول. انا شايف ان دوهرتي صفقه حلوه للفانتزي، 6 مليون هيعمل كتير. يعني حتى الاوفر اللي هو كان دايما بيعمله الخيمينيز السنه اللي فاتت هتلاقيه برضه كان بيروح على البعيده وصن بيقطع من وراه. ف تراوري اللي كان بيعمله مش ودويرتي بقى. هو تراوري ماتش ودويرتي ماتش. بس بص انا بصراحه مش متفق معاك. يعني مش حاسه هيبقى جامد زي وولز، او مش هيجيب نفس الاجوان والاسيستات اللي بيعملها في وولز. لان وولز كان يعني انا متوقع ان هو لو بيلعب برجواين مثلا، برجواين يبقى ماسك الخط مش هيعرف هو يعمل اللقطه دي. لا بس هو ما انا بقول لك، هو لو لعب زي السنه اللي فاتت يعني، لو مورينيو لعب زي السنه اللي فاتت ثلاثة ورا. هو ما بيلعبش ثلاثه بس هجوميا لو لعب ثلاثه ورا ماشي. هو ما بيلعبش ثلاثه يعني، هو بيبقى فيه ديفيز باك ليفت بس ديفيز ما بيزيدش خالص. ديفيز والكره مع توتنهام بيزيد سنتر باك تاني، بيدخل سنتر باك تاني. واوريه بقى السنه اللي فاتت كان بيوصل لحد الخط قدام. عموما هنشوف. بس انا بالنسبه لي دوهرتي مش حاجه اللي هو مش يعني عينيه ما بتلمعش ان انا اجيبه يعني في الاول بصراحه. يعني شايف ان انا لو بسته دي لا انا هجيب ارنولد بس، وسته دي كتير شويه في الاول اشوف هيبقى عامل ازاي مع توتنهام.
بس خرالة بيقول جامد، فهنشوف يعني نشوف الموضوع يمشي ازاي. تالت واحد عايز اتكلم عليه ولسه صفقه ما خلصتش، بس انا لعيب شخصيا خلصت وعمل ميديكال بس لسه ما عملوش اعلان عنه، يعني هو جيمس رودريجيز في ايفرتون. عم انشيلوتي بدا يشتغل، كنا لسه بنتكلم الاسبوع اللي فات اللي هو لسه ازاي لحد دلوقتي ما جابش لعيبه، هو جاب جيمس رودريجيز، جاب الان، جاب دوكوري لحد دلوقتي، كل دول لسه ما فيش اوفيشال اناونسمنت يعني، بس متوقع بكره مثلا، احنا يوم 2/9 النهارده. فجيمس رودريجيز هيلعب ورا كالفرت لوين، هيلعب ورا تشيلسون، انا متوقع ان هو هيبقى صفقه جامده جدا بصراحه، هيكسر الدنيا مع انشيلوتي بالذات اللي هو كان بيقدم احسن مستويات ليه مع انشيلوتي في ريال مدريد، هو البايرن حتى لما طلبوا معاه. متوقع ان هو ينزل ب 8-8.5، شايف ان هيبقى سعر حلو وديفرنشال، هيبقى ناس كتير مش هتجيب، يعني مش ناس كتير هتجيب جيمس في ايفرتون، ف متوقع ممكن مثلا يجيب له بتاع 7-8 تجوان على 13 اسيست ولا 12 اسيست. فانا شايف ان هو في الاول ماتشات ايفرتون مش وحشه، وكمان ان احنا نجيبه لو هو فعلا جاهز وهيلعب من الاول، انا شايف ان هو هيبقى من الاول لو حد جابه هيفرق معاه، هيفرق معاه جامد يعني. انا اللي عاجبني في صفقه جيمس بقى كالفرت لوين، يعني كالفرت لوين دلوقتي السيزون ده هو كده نص الملعب تحتيه، وكده ضمان ان هو هيلعب دايموند فعلا، هيلعب دايموند غالبا بالمنظر ده. ريتشارلسون وجيمس هيبقوا بيلعبوا هما الاثنين تحت كالفرت لوين، هو ب7، ريتشارلسون ب8، جيمس غالبا هيجي ب8-8.5 هيبقى في الحته دي يعني. فحاسس ان وجود جيمس او يعني دخول جيمس في الفرقه ووراه الين ودوكري وان نص الملعب بقى واقف على رجله يعني، هيخلي كالفرت لوين اوبشن كويس في الفانتزي بالذات في اول سيزون. هم في اول 8 ماتشات عندهم بس ليفربول، توتنهام اول ماتش وليفربول خامس ماتش، بس الست التانيين ماتشات سهله، فممكن يبقى اوبشن حلو وهيبقى ديفرنشال كمان في اول سيزون، مش ناس كتيره خالص بتراهن على ايفرتون يعني. في لعيب برضه عايزين نتكلم عليه لانه هيأثر معانا في الاوبشنز، احنا قلناهم في الحلقه اللي فاتت، الباك الشمال الجديد بتاع ليستر اللي هو كاستان جابوه من اتلانتا، لسه ما نزلش بكام بس انا متوقع انه ينزل ب5.5، بس كده لغى واحد عندنا من اللعيبه توماس كده خلاص يا جماعه، توماس بيعوه، هاتوا خليكوا في الفرده الثانيه جاستن لحد ما بريرا يرجع، كاستان هيجي يركب اساسي مع ليستر، بس انا ما حبسش برده حد يجيب حد من ليستر في الدفاع في الاول، مشاتهم صعبه مش سهله في الاول خالص. هو يعني الميزه لو انت هتجيب حد هات جاستر عشان تبقى انت موفر فلوس، جايب حد ب4.5 بس مش اكتر. بالظبط. بس كاستان ده شايفه يبقى صفقه حلوه برده، راجل كان مع اتلانتا كان عامل 10 اسيستات حاجه كده، بس هو بيلعب وينج باك اصلا، فانا هشوف برده مع ليستر هيبقى عامل ازاي. سريعا برده كام صفقه كده، روميرو جون مانشستر غالبا راح استون فيلا، المشكله ان هو ضرب الفانتزي في مقتل، هو ب5 مليون يعني، هو جون جامد غالبا هيلعب اساسي، بس هو ب5 مليون اللي جايب نايلان على اساس ان هو احتمال يلعب، نايلان عشان هيتو مصاب، نايلان مع الجول الثالث، فنايلان يعني هات بقى باطن او هات اي جول تاني ب4 مليون. فان دي بيك راح مانشستر يونايتد، مش حاسه هيبقى صفقه في الفانتزي في الاول، اعتقد هيبقى ب7 او اعتقد هيبقى ب7 او 7.5 زي جرينوود مثلا، مش هيبدا اساسي في الاول، ف ممكن تبعد عنه شويه. الصفقه اللي لذيذه هو كوخ، المدافع بتاع الرايت باك بتاع ليستر، بتاع ليدز ومدافع في منتخب المانيا، فهو اكيد هيجي يلعب اساسي، ممكن مثلا يفوت اول ماتشين بعد كده يدخل في الفرقه ب4.5، فبقى صفقه حلوه. بس طبعا نفس الفكره لما كنا بنتكلم، ده بيلغي بقى الاوبشن بتاع سترويك اللي ب4، دوجلاس اللي ب4، خلاص كده دفاع ليستر متستف، كل الناس اللي بتلعب ب4.5. برضو في انا عايز اتكلم عليه برضو مثل النايلز، لان غالبا بلينين رايح باريس يعني، لسه مش اكيد بس بنسبه 70-80% رايح باريس، فمثل النايلز كده اساسي رايت باك ارسنال، هو هيبقى اوبشن حلو قوي مثل النايلز ب5، رايت باك ارسنال الاساسي غالبا بعد كده بعد ما بلينين يروح باريس، فشايفه اوبشن حلو. برضو رودريجو نزل ب6، المهاجم بتاع ليدز بتاع فالنسيا لسه جايبينه، سعره حلو جدا برضو زي متروفيتش بالظبط، بس فكره ان رودريجو ما كانش فورم قوي السنه اللي فاتت، جاب 4 أو 5 تجوان السنه كلها، هنشوف هيبقى عامل ازاي مع بيلسا، بس انا شايفه هيبقى صفقه جامده جدا. انا حاسه هيبقى صفقه جامده، بس متروفيتش ليه الاولويه يعني، ابدا بمتروفيتش وممكن بعد الانترناشونال بريك ماتشات ليدز تبقى اسهل شويه، ماتشات ليدز هتبقى اسهل، رودريجو هيبقى داخل برضو، اعتقد ان اول ماتشين 3 بامفورد هو اللي هيبدا، فممكن تقلب بقى بعد كده من متروفيتش لرودريجو. برضه في لعيب بس عايز نزوده معانا في الاخر الليسته كده، ماتي كاش رايت باك جاي من نوتنجهام فورست، راجل المفروض ان هو قالب الدنيا في الشامبيونشيب، داخلين فيه 15 مليون يعني، كده نقول باي باي للمحمد يعني اللي كان بيحاول يحرج ان هو يلعب اساسي، بس ماتي كاش ده لعيب برضه المفروض ان هو قوي جدا، وكان كذا فرقه كانت عايزاه،
هنشوف هيبقى عامل ازاي في استون فيلا لو نزل باربعة ونص هيبقى صفقة. فندخل بقى على الفرق يعني او الدرافتس اللي احنا عاملينها، كل واحد فينا عامل تقريبا درافتين. ناس كتير طلبت مننا نعمل فرق لحد اول اربعة، لحد اول اربعة خمسة جيم ويكس، فاحنا كل واحد عامل فينا فرقتين. طيب فاول درافت اللي هتطلع دلوقتي دي درافت بتاعتي، ودي الفرقة اللي انا عاملها لنفسي لحد دلوقتي. يعني انا مقتنع 80% من اللعيبة، حتى لو لعيب فيها ممكن ما يبدأش معايا سيزن بس في الاخر هجيب لعيب بنفس ثمنه. فيعني اهم اللعيبه ان انا جايب الكسندر ارنولد ودوهيرتي. زي ما كنت بتكلم انا حاسس ان دوهيرتي هيبدا السيزون بدايه كويسه مع توتنهام. في الدفاع برضو جايب فينجر وجاستن، والاخير عندي ميتشل ب 4 مليون. احنا الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا على فيرجسون ان هو هيلعب بس اتصاب، فميتشل اللي هيدخل بداله. ميتشل هو لحد ما فانن هولت يرجع بالزبط. فهو غالبا هيلعب اساسي. والاجوان جايب ماكارثي ب 4.5 وباتن ب 4 مليون. نص ملعبي اوبا وصلاح وراشفورد، دول الثلاث لعيبه التقال. اوبا بالنسبه لي انا جايبه اول اسبوعين، هي بعد جيم ويك 2 هغيره بدي بروين، بس علشان ما بقاش ضيعت البلانك. في نفس الوقت عنده فولهام في وست هام ماتشين حلوين عادي جدا، ممكن اكابتنه في واحد في الاثنين او الاثنين. وبعدين جايب نابي كيتا بخمسة ونص وورد براوس بستة. مش شرط اللعيبه دي تفضل في فرقتي، يعني الثلاثه التانيين بنسبه 99% هبدا بيهم، بس كيتا وورد براوس حطيتهم كبليس هولدر بالثمن بتاعه. يعني ممكن اغير نابي كيتا بسان ماكسيمان، ممكن مثلا اوفر مليون في اللعيب ده واعلي اللعيب ده المليون تاني وهكذا يعني. وفي الاخر الهجوم جايب فيرنر 9.5. انا شايف ان فيرنر هيبقى صفقه حلوه في اول السيزون زي ما كنا بنتكلم، لحد على الاقل لحد لا هو شيب 41%. برضو حاجه يعني انت في الاول حاول تبقى شويه مع الناس، لان الريسكات في اول السيزون بتضيع، يعني بتخليك تتاخر قوي الا طبعا لو ضربت معاك، بس تبقى النسبه قليله يعني. فجايب فيرنر متروفيتش ومهاجم ثالث اللي هو ديفيز ب 4.5 او بروستر لو مشي من ليفربول هيبقى 100% في فرقتي لان هو ب 4.5. بس انا انت ليه جايب راشفورد في الاول؟ انا حاسس راشفورد بس اول جيم ويك لسه. لا هو بص عشان مش عايز اضيع اتنين ترانسفيرز على اتنين لعيبه، فبس هقعد راشفورد اول اسبوع على دي. دي استراتيجي يا جماعه، لان كذا حد كان بيتكلم ازاي انتوا هتجيبوا اللعيبه بتاعت مانشستر وسيتي، فدي استراتيجي انت تجيب اللعيب من الاول وتركنه على الدكه عشان ما تضيعش ترانسفير تاني جيم ويك. فانت عارف مثلا انت هتلعب براشفورد او هتلعب بجرينوود في تاني جيم ويك، فانت جايبه وراكنه على الدكه اوكي كده فرقتك يعني هتعرف تجيب واحد بس مهاجم. اعتقد يعني لو انا هغير الاستراتيجي دي ان انا اضيع الترانسفير بعد اول اسبوع، هجيب سون مكان راشفورد الاسبوع اول ده. اسبوع اول اسبوع. طيب بالنسبه لبرده الدرافت اللي انا عاملها هي مش بعيده عنك كتير، بس اول درافت انا جايب راين بدل ماكارثي. انا شايف ان راين وماكارثي يعني ناس كتير هتبقى قوي تبقى جايباهم، ومش هنخرج ما بين الاثنين دول يعني في الاول. في الدفاع برده فينجر لازم عند الناس كلها لو بنسبه كبيره، يعني لحد دلوقتي بولز ما جابوش حد ولا رايت وينج باك ولا ليفت وينج باك، ماتشاتهم حلوه. اول ماتشين بس صعبين شويه، بس بعد كده هو شيفلد في سيتي يعني بعد كده ماتشاتهم بقى سهله. فجايب فينجر ارنولد طبعا وجاستن برده، وجايب برينث ويت عشان هو كان بيلعب سنتر باك اصلا اساسي في ايفرتون في اخر بتاع، بس هو جايبه باربعه واحد لو ينفع، بس هجيب مكانه ميتشل يعني. وبيترز في الاول شايف ماتشات بيرنلي تبقى سهله قوي، بيترز باربعه ونص ليفت باك بيجيب اسيستات وبيهاجم. بس خلي بالك بس الحته، لان انا لما كنت ببص على بيرلي حتى في فريندز مش باين بيترز ولا تايلر الحته بتاعت الباك، بس اظن بيترز هو اللي هيركب هيبان يعني. بس هو كده لسه بيرلي مش هيلعبوا اول ماتش، لانهم اول ماتش مانشستر متاجل، بس ده من ضمن الاوبشنز اللي باربعه ونص يعني. في نص الملعب جايب يعني في الاول طبعا جايب اوباميانج عشان ماتشات اول ماتشين سهلين قوي لارسنال. في سون وفي صلاح وفي وورد براوز او ارمسترونج عشان احنا نتخانق العركه دي. وفي ايزي بتاع كريستال باس عجبني قوي، لعيب بسته، لعيب لسه جديد برده عشان ان هو يلعب اساسي مع زاها مع يو، يعني حاسه يعني هيعمل ضجه، يعني هو عامل ضجه اوريدي ناس كتير قوي بتتكلم عليه وكان حلو قوي مع كيو بي ار. فانا شايف ان انا ممكن ابتدي بيه اجربه يعني كخامس نص ملعب او رابع نص ملعب. وفي الهجوم جايب برده بروستر وجايب رودريجو وفيرنر. خش انت بقى على الدرافت التاني بتاعك. بس ده مش على فكره، دي مش فرقتي يعني، انا عامل درافت بس دي مش فرقتي يعني، هي شبهها شويه بس يعني 10 لعيبه مثلا شبه، في 5 لعيبه اختلاف يعني. طيب ندخل على الدرافت التاني.
الدرافت تاني انا كنت بجرب اوبشن لو دلوقتي انا عايز اجيب لعيبه تقيله قوي في نص الملعب، عايز العب بخمسه في نص الملعب تقيل قوي، فجايب اوباميانج صلاح دي بروين راشفورد وسون. وراشفورد ممكن يعني لو انت قدرت توفر مليون عن كده تجيب كمان برونو، بس وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في اول حلقه، ان انت مش لازم يعني انا الدرافت دي اعملها علشان ابين لك ان مش لازم يبقى عندك لعيبه جامده في كل مركز او لعيبه جامده في نص الملعب بس او كده، هي فكره ان انت تستغل الفلوس. يعني انت لما تيجي تبص على بقيه الفرقه مدافعين كلهم باربعه ونص ومدافع باربعه، الهجوم جايب بامفورد وميتروفيتش وديفيس، فخلاص انا كده بقى كفتي كلها مرميه على الخمس لعيبه بتوع نص الملعب بتوعي. بس فيها عيب كمان ان هي بتصعب الكابتنه اكتر، يعني بتصعب الدك. هي طبعا هي خلاص انا هلعب 3 5 2 او 4 5 1 على حسب الاسبوع، بس انا دلوقتي عندي في نفس كل اسبوع عندي صلاح واوبا ودي بروين وراشفورد وسون، هتكابتن مين ولا مين؟ لان اكيد اكيد هيبقى في على الاقل 2 او 3 عندهم ماتشات. واحد بيدون هنا الكلام اللي احنا بنقوله يا جماعه بيغش المنتج، المنتج بيغش يا جماعه عشان عايز يكسبنا في الفانتسي. يعني الدرافت دي هي بس طبعا دول لعيبه تقيله، انت في اللعيبه دي انت في الاخر في الاول في الاخر ممكن تغير بالفلوس بتاعتهم. يعني انت اوباميانج ده ممكن تنزل مثلا منه لويليان او لبوليسيتش، والفلوس اللي زادت دي تزودها على مهاجم تجيب فيرنر اجويرو كين سون، ممكن ينزل شويه وتزود في الدفاع وهكذا. بس دي طبعا درافت مش بالانس خالص، بس الفكره منها كلها ان انت تقدر تعمل فرقه بخمس لعيبه تقال في نص الملعب. هل هي احسن اوبشن؟ ما رجحوش بصراحه. فبالنسبه لي الدرافت اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول يعني احسن بكتير. يعني انا عامل اللي انت بتقول عليه ده في الدرافت اللي انا هتكلم عليه دلوقتي، انا جايب خمسه يعتبر خمسه يعني او اربعه جامدين وواحد الى حد ما جامد، وجايب ثلاثه مهاجمين المفروض ستارترز، فالدفاع ما اختلفش عني خالص، ولا الجون راين او مكارثي برده الدفاع ما اختلفش خالص عن عن الماتش عن يعني الدرافت اللي قبليه. انا بس بدلت ووكر بيترز رايت باك بتاع ساوثهامبتون غالبا هيلعب اساسي، فشاتهم سهله برده في الاول، اوبشن حلو جدا في الاول ببيترز، فحطيت ووكر بيترز بس ب 4.5. وفي نص الملعب فكيت بقى اوباميانج بويليان وساكا وزياش. اوكي. فجبت في نص الملعب زياش وساكا وويليان، وبدل سون نزلت لوكاس مورا وجبت كين قدام. فعندي كده في نص الملعب ويليان ساكا صلاح لوكاس مورا زياش، وفي الهجوم في كين وفيرنر وميتروفيتش. انا شايف ده درافت برده قوي جدا، نص ملعب تقيل، اللعيبه كلها تلعب ماتشات سهله لتوتنهام، ماتشات سهله الى حد ما لتشيلسي، ماتشات سهله الى حد ما لارسنال. ف يعني انا شايف ان هو برده درافت حلو لو انت عايز تجيب اثنين مهاجمين تقال او واحد مهاجم الى حد ما رخيص بس هيلعب اساسي وفكيت. بس هو الريسك بس ان انت اول مانج فكيته ناس كتير قوي هتبقى جايباه وكابتناه، بس انت فكيته باثنين لعيبه اللي هو ساكا اللي غالبا هيلعب اساسي برده مع ويليان. ف يعني ده مجرد افكار بس جديده لو حد بيفكر هو يعمل فرقته ازاي. هي بس يعني انا بس بحس الدرافت الاولانيه، حتى الدرافت الاولانيه بتاعتك يعني لو انت محتار في الفلوس بين لعيب في نص الملعب ومهاجم، روح اصرف الفلوس دي في لعيب نص الملعب، هياخد نقطه زياده عن الجول، هياخد نقطه زياده عن الكلين شيت. المهاجمين يعني المهاجمين تمنهم اقل من انا معاك يعني. بس في حاجه ممكن اقطعك فيها، لو المهاجم بيشوط ضربات الجزاء. بص هم المهاجمين في الاخر يعني انت هتلاقي كين زي كين وسون مثلا، زي ما هو بص انت هتلاقي كين اكيد هيجيب اكتر من سون، واجويرو اللي هو اقل من دي بروين وستيرلينج لو لعب وفضل فيت اكيد هيجيب اكتر. بس هي فكره انت برضو انت مش بتخطط لاخر السيزون، انت بتخطط لثلاث اربع جيم ويكس بالذات في الاول، بعد كده هتخطط لسته سبعه. ففي الاول اللعيبه كين حتى معروف ان هو ما بيدخلش السيزون فايق، ما بيبداش. بس ماتشاته بصراحه سهله قوي، من ماتشاته سهله. انا ما بقولش لازم يبقى عندك لعيبه من توتنهام، ده كده كده عندك على الاقل لعيب او اثنين منهم. بس حاسس شويه سون على كين مبدئيا دخل البري سيزون متاخر، بعدين راح المنتخب، سون ما راحش المنتخب قاعد مع فرقته. كين عاده بغض النظر ان السيزون ده هيبدا في سبتمبر، هو عاده اول شهر في السيزون ما كانش بيجيب، السنه اللي فاتت بس هو اللي هرب من اغسطس. فدي بس حته يعني على المهاجمين ولعيبه نص الملعب. ناس كتير بقى كانت عايزانا نشرح ايه هو الفانتسي درافت، يعني او الدرافت عامه بيتعمل ازاي كلعبه. يعني الناس ما بتعرفش الدرافت ده زي طريقه ممكن تلعب بيها الفانتسي ثانيه، بس هي طريقه مختلفه شويه. احنا بنلعبها انا وخير الله بقى لنا 3 سنين مع صحابنا هنا من السايت بتاع كينج فوت، احنا 10 تقريبا بنلعب كل سنه. لا ده في هبوط وفي ممتاز وبتاع دوري الممتاز، والناس اللي تخلص 3 في الاخر بينزلوا الدوري الدرجه الثانيه، ولا يعني الموضوع بيبقى فيه خناقات يعني.
الدرافت ده يعني ايه الدرافت؟ ما هو الدرافت؟ ما هو الارشيف؟ طيب الدرافت الفكره كلها فيه انت يعني انت بتلعب ضد الناس اللي معاك في الليج بس، ما تعرفش ضد بقى العالم كله ولا اي حاجه، وكل فكره ان انت اللعيب اللي في فرقتك هو فرقتك انت بس، مش فرقه اي حد تاني. فاللي بيحصل ان بيحصل قرعه يعني في الاول الويب سايت بيعملها، مين هيبدا رقم واحد هيختار اول لعيب. فمثلا انا طلعت اول واحد مثلا السنه اللي فاتت، ده فعلا اللي حصل في اول راوند، فاخترت صلاح، بعديها رقم 2 اختار لعيب، رقم 3 اختار لعيب، وهكذا لحد رقم 10. اول لما رقم 10 ده يختار لعيب تبدا تمشي بالعكس تاني، فرقم 10 ده يرجع يختار، بعدين 9 8 7 لحد ما ترجع. هو 15 راوند لان كل واحد بيختار 15 لعيب عادي زي الفرقه. فانت لو انت الاول في اول راوند تبقى الاخير في اخر راوند في ثاني راوند، وبعد كده تبقى قبل الاخير في ثالث راوند، تبقى قبل الاخير. هي 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 الفكره كلها فيها ان انت لو انت خدت الفرصه ان انت تختار اللي هو بالنسبه لك احسن لعيب في اللعبه وانتوا 10 لعيبه، فبتستنى تاني وبتختار البيك رقم 20، فبتبقى الفرق يعني اكنها بالانس. انا بختار 21، التاني واحد مختار 2 و19 وهكذا. يعني هي واخده الفكره الامريكاني شويه بتاعت الـ NBA اللي هو فيه درافت. فالفرقه مثلا حتى وانتوا بتختار يعني عايز تبدل لعيبه وسط السيزون، يعني الفريق اللي هو مثلا انا الرابع وانت الاول، وانت عايز فيه لعيب فري ايجنت ومش عند حد خالص، انت تخش عايز تاخده وانا عايز اخده، الاولويه للاوطى مش عايز تشتيمه اللي ترتيبه اقل اللي ترتيبه اقل، الاولويه اللي ترتيبه اقل ان هو ياخد اللعيب ده، زي الدرافت بتاع الـ NBA بالظبط. فانت مثلا لو جالك البيك وانت بتختاره، انت بتختاروا كلكم، بتتفقوا على ميعاد مثلا في الاول، تقعدوا كلكم تختاروا الفرق، الموضوع بياخد ساعه تقريبا او ساعه وربع، تختاروا الفرق وكلكم تبقوا قاعدين. يعني واحد جاله اول بيك بيختار مثلا صلاح، بيختار دي بروين، بيختار اكتر لعيب هو متوقع ان هو يجيب اعلى بوينتس. بعد كده بقى بتخش على البوزيشنز الثانيه وبتشوف اقوى لعيب تاني ممكن موجود ايه، لان انت لو انت اول اخترت اول واحد هيجي لك البيك اللي بعدها بعد 9 يعني 9 هيختاروا، لو انتوا 10 يعني 9 هيختاروا، بعد كده 9 هيختاروا مرتين، فالبيك 19. فانت لازم تكون يعني محضر بالظبط انت هتختار مين، لان انت بيبقى عندك نص دقيقه او دقيقه تختار فيها. انا في العادي يعني انا في العادي بعمل ليست كده مثلا 10 او 15 لعيب في كل مركز. هي الدرافت فيها كذا حاجه، هي ميزتها طبعا انت زي ما بتقول لكم انت بتلعب ضد اصحابك، مفيش بادجت، فانت ممكن لو قدرت طبعا عمرك انت في الاخر الناس كلها بتختار اللعيبه الثقيله، بس هو مفيش بادجت ومفيش ليميت، 3 من نفس الفرقه، فانت ممكن يبقى عندك 7 من ليفربول، 10 من سيتي براحتك. طبعا مش بيبقى احسن اوبشن، يعني انت بتبقى عايز بس تختار احسن لعيبه موجوده وخلاص. هي بقى الفكره فيها ان انت بتتوقع على السيزون كله، انا جايب صلاح هيجيب 230 نقطه، انا هاخد ال 230 نقطه دي، ما فيهاش كابتنه، ما فيهاش تشيبس، ما فيهاش اي حاجه. انت اللعيبه دي اللعيبه فضلت فرقتك، عندك 2 اوبشنز، يا اما لو لعيب مش عند حد زي ما كان كوريم بيشرح تروح تجيبه من الفري ايجنت، او ان انت تعمل تريد مع حد تاني، اتفق مع حد معايا في الليج ان انا اديك لعيب مستوى متوسط وهديك معاه لعيب نجم شويه، يعني بتوفق يعني ما بين لعيبه. انا مثلا اديك ريتشارلسون معاه مدافع من استون فيلا، وانت هتديني جيمس مثلا معاه لعيب برده في نفس المستوى. هي بتبقى توافيق يعني بس هي يعني بتبقى التريد صعبه شويه، بس هي حلوه بصراحه. اللعبه حلوه، هي لعبه بتبقى حلوه قوي. انا بالنسبه لي اللعبه متعتها كمان في ان انتوا في الاخر بتبقوا جروب صحاب، اهم حاجه علشان اللعبه ما تبص ان محدش يفكس، لان لما واحد او اتنين بيفكسوا فعلا اللعبه بتبوظ. احنا بنبقى في العادي عاملين جروب على واتساب، كل جون بيدخل الناس بتبعت، وايه ده انا عندي ده انا لسه ماشي. مين كسب السنه اللي فاتت؟ يا جماعه الكورونا جت عليا قوي. مين كسب؟ قولهم انت مكسوف. كورينا يا جماعه كسب للاسف، انا كنت متصدر. حد عايز اي نصايح في الدرافت كلموني. فرقتي كانت عامله حلوه قوي، بس بعد الكورونا بقى ابو مكه نريح شويه. الراجل ده كان عندي ويليان، كان عندي ويليان وكان عندي ستيرلينج وكان عندي فاردي بلعب يعني ستيرلينج. ستيرلينج ما عملش اي حاجه طول السيزون، فانا كنت فارق قوي عن كورين. بعد كده هي دي برده ميزه الدرافت، ان هو انت خلاص انت على حسب اللعيبه بقى. يعني ستيرلينج بعد الكورونا جاب 15 جول مثلا، كل دول سمعوا في نفس الوقت. يعني انا كده كسبان الدرافت والكلاسيك، انا مش عارف بس خسرت الهيد تو هيد. يا عم الهيد تو هيد وقف قبل الكورونا. ماليش دعوه يا باشا، ماليش دعوه، افتح الويب سايت شوف مين اللي كسب الهيد تو هيد. مش مكتوب مين كسب. لا لا انا هجيبها. الدرافت يا جماعه باختصار يعني، لو حد عنده اي اسئله ثانيه في الدرافت ممكن تكتبوا لنا على الكومنتس بتاعت يوتيوب، او ابعتوا على تويتر على هاشتاج انجل فانتزي. بس يا ريت تعملوا الدرافت لو حد ناوي يعملها، يعني هو مفيش عدد بس هي ماكسيمم 10،
تقريبا ماكسيمم لا تقريبا اه 12 10 احسن حاجه اي عدد تحت ال 10 مفيش مشكله خالص بس اعملوها قبل ما الدوري يبتدي واتفقوا على ميعاد تقعدوا كلكم مش لازم تقعدوا مع بعض يعني بس اتفقوا على ميعاد كلكم تخشوا اونلاين حد يعمل فيكم الروم وتعملوا الدرافت قبل ما الدوري يبتدي بعد كده بقى الصفقات اللي هتخلص بعد الدوري ده تبقى في ايجنت فالاولويه هتبقى للناس اللي جايبه بوينتس اقل هو بيبقى ليه الاولويه ان هو ياخد لعيب فري ايجنت يعني ده كان الدرافت باختصار يعني بس لو حد عنده اي اسئله اساله على يوتيوب هجاوب عليكم على طول دي كده كانت نهايه حلقه النهارده ما تنسوش برده يا جماعه لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك على الفيديو وتعملوا سبسكرايب للشانل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات ما تنسوش برده تعملوا فولو لكيك فوت على السوشيال ميديا كلها على فيسبوك على تويتر على انستغرام ما تنسوش زي ما قلنا في اول الحلقه تدخلوا على الليك بتاع فانتزي علشان الجوائز كود برده هيظهر تاني وهيبقى موجود في الديسكربشن في اي حاجه تانيه بس لحد ان شاء الله من الاسبوع الحاد الاسبوع الاول ان شاء الله الاسبوع الجاي كده كله تمام كان معاكم محمد كورين عمر خير الله السلام عليكم